السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيان؟ صحاباتي وخواتاتي، ومرحبا بنا جداد يا ولي. وكنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. بغيت نشارك معكم هاد الدجاج، كيجيو رائعين في النقي ديالهم، ولا بغيتو تحمروهم او ديروهم فوغر. دابا غادي نغسلوهم غير بالملحه كما كتشوفوا. الا بغيتو ديروهم في الطعام كسكسو كنغسلوهم غير بالملحه فقط. دابا حنايا بغيناهم هادو للتحمار او للتفوار، هذا هو الغسل ديال التحمار. دابا غادي نقيهم غير بالملحه كما كتشوفوا، نحيدو ديك الشحمه الزايده واللي خلى المعلم اللي نقاهم بهذاك الوسخ، نحيدوه بالملحه بحال هكايا. تبعوا طريقة بطريقة مشاهدينا، كيجيو رائعين في التحمار. الملح ضروري دخلوها لداخل بحال هكا كما كتشوفوا. نحيدو هاد الشحمة هادي، شوفوا هاد الشحمة الزايدة هادي. بحال هكايا كنحيدوها في مرة بحال هكا. الملح مشاهدينا كتعاوننا في التنقيان ديال الدجاج. بحال هكايا نحكوها في الجلدة، وهنايا في الرجيلات ديال الدجاجة بحال هكايا. بحال هكايا الملح ضروري، شوفوا بحال هكايا، ونديرو الملح هنا بحال هكا. شتيش كتحيد الملحه انت بحال هكا؟ نستعملو دابا غير الملح، ما نديرو لا ما لا والو، نبقاو نخدمو دابا غير بالملحه. صافي نبقى مستمره في النقيين، نديرو بحال هكا، نحيدو فين ما بانت لينا شي شحمه زايده نحيدوها. فاش كتحيدو الشحمه اللي كتكون بين الفخاد بحال هكا يا رجلات ديال بحال هكا، يا ما كيبقاش، الا خليتوها كيبقى فازق، ما كيبقاش اللحم ديالو ناشف وكيجي هشيش وغزال. صافا نحيد انا بحال هكايا. نحاولو فين ما كاينش شحمه ندوزو ليها بليد بحال هكايا. بحال
من بعد مشاهدينا ما غسلتهم من الملحه اللي كنت دايره فيهم مزيان، غسلتهم مزيان من الملحه، غسلتهم حتى ثلاثه المرات حيت لهم راكي ما شفتو، راه حيت لهم ديك الشحمه وحيت لهم كلشي وعاودت لهم الغسيل مزيان. دابا شديت جوج حامضات وعصرتهم ب ثلاثه الكيسان ديال الماء والملح. الحامض درته بالقشر ديالو، هذا مشاهدينا كيحيد لينا ديك الزفرية ديال الدجاج. طريقة رائعة وسهلة. كنشدو جوج حامضات او لا ثلاثة، كنقطعوهم ونديروهم في مونينكس ونطحنوهم مشاهدينا بالماء ونديروهم في شي صحن بحال هكايا ونديرو الملح. كنكتفي عيب الحامض بالقشر ديالو، كيحيد لينا الزفوريه. كونوا اكيدين جربوه وغادي تعجبكم الطريقه مشاهدينا، كيجي في التحمار رائع. غادي نوض نخليهم نديرهم في هذا الحامض، العصير الحامض، ونخليهم رقدين فيه في الصهد مشاهدينا. دابا في هذه الوقيته هذه ما غاديش نخليهم يباتوا، غادي نرقدهم ثلاثة السوايع او ربعة حتى لخمسة السوايع ونرجع لكم لهذا. وبعد مشاهدينا غادي نسد عليهم نقلبهم بحال هكا، ما جاوش يتسدو نقلبهم هكا صافي. فاش نقلبهم بحال هكايا غادي نسد عليهم، غادي نخليهم ربعة السوايع حتى لخمسة السوايع. نجيب الدجاجة حتى هي غسلتها بحال الدجاج، غسلتها غير بالملحة. غادي نقيها من الملحة، نحيدو هاديك الملحة باش غسلتهم. وندير كبدي هنايا حتى هما غادي نلقيهم صافي. نبقى مستمره في الغسل ديالهم. غسل الكبادي ما كنديرو لهمش الملح، الكبادي كيكونوا كتشدو من الملح كيتهريهم، نحاولوا ما نديرهمش في وسط الملح. صافي غسلوهم مزيان، نحيد منهم بعد هاد الشحمه هادي، وغادي نغسلهم. وهانتوما معايا ما تمشيو في من بعد ما غسلتهم مشاهدينا غادي نزيد ليهم شويه الملح وداك العصير الحامض كاس. حاولوا يكون الحامض صفر، راه ضروري ما يخطاناش الحامض الدجاج، يكون غالي ولا يكون رخيص ضروري مشاهدينا الحامض. صافي كما كتشوفوا الصدر حيدت له الجلده وخليت كيعجبني مشاهدينا كما كتشوفوا الخط ديال الدجاج كيعجبني نخليه بالجلده ديالو. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام من بعد ما رقدتهم خمسة السوايع بحال هكا، بغيتو تخليوهم دابا، حنا دابا كاين الصهد في هاد الوقيته هادي ما نخليوهمش يباتوا، بغيتو في البرد كنخليوهم يباتوا. دابا انا ما غاديش نخليهم يباتوا، غادي نغسلهم دابا ونخليهم يتقطروا. كما كتشوفوا
حيدنا منهم كل شيء ترقدوا مزيان. شو الماء ديالهم كيولا الحامض والملحه غادي نغسلهم دابا من الحامض والملحه، ما غاديش نخليهم يباتوا. مشاهدينا كما قلت لكم كاين عندنا هنا الصاد، في وقت الصاد ما نخليهمش يباتوا، الا كان البارد الحال ماشي مشكل يباتوا في الحامض والملحه ماشي مشكل. صافي مشاهدينا نتلاقاو في الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله باذن الله، وهانتوما معايا تمشيو فيه. من بعد مشاهدينا ما غسلتهم من الحامض، شوفوا كي كيجيو صافيين كما قلت لهم ضروري الحامض 3 دجاج ضروري، حيت اليوم داك اللي كيكون هنا الصفر ديال الرجلين حيتهم اليوم من هنايا. غسلتهم مزيان ما كتبقاش فيهم ديك الزفريه ديال الدجاج، الحامض كيعطيهم واحد الريحه هائله وما كيخليش فيهم كاع ديك الزفريه. ضروري ضروري مشاهدينا الحامض ضروري. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا اللي غسلناهم. راكم شفتوا الطريقه مشاهدينا، ما كنخليوش ديك الشحمه الزايده. صافي هذا دابا مستعد للتحمار او التفوار بحال هكايا. كنغسلهم مزيان، شوفوا ما كتبقى فيهم لا داك القشر ديال الحامض لا حتى حاجه. كنتمنى منكم تجربوها، كونوا اكيدين غادي تعجبكم. ولا عجبتكم مشاهدينا الكرام ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تبخلوش علينا بلا فضلا وليس امرا، وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء مشاهدينا. كنقول لكم بسلام عليكم وتهلاو ليا في ريوسكم.